انا دكتور محمد عطيه البيومي، استاذ طب الاطفال والعنايه المركزه بكليه الطب جامعه المنصوره ونائب رئيس الجامعه. معايا النهارده الاستاذ محمد عرفه، فني الاجهزه الطبيه بمستشفى الاطفال الجامعي. طبعا العالم كله بيواجه مشكله مرض كوفيد 19 والاحتياج المتزايد لاجهزه العنايه المركزه، فاحنا النهارده بنعرض دايره معدله للتنفس الصناعي بتسمح بتوصيل اكثر من مريض على نفس جهاز التنفس الصناعي مع تحقيق اكبر قدر ممكن من الامان والفعاليه. احنا معانا الدايره اللي هنوريها النهارده، احنا شغالين على جهاز الماكي سيرفو اي، ظابطين الجهاز في المود المعتاد بتاع اللي بنظبطه عليه، ولكن عاملين حساب انه المعدل الكمي او الحجم الكمي اللي خارج من الجهاز يكون كافي لمريضين. لو بصينا مع بعض على تفاصيل الدايرة هنجد ان ده خروج الجهاز بيوصل على جهاز الهيوميديفاير كالمعتاد. عند الخروج من الهيوميديفاير بيركب تي او واي كونكتور بحيث ان هو يبتدي يدي لدايرتين تنفس صناعي منفصلتين. لو مشينا مع الدايرة الاولى هنجد ان هي متوصلة هنا على الرئة الاختبارية او التست لانج وشغالة بفعالية، ثم الزفير بتاع المريض بيخرج من خلال هذه الانبوبة قبل ما يدخل على الجهاز وقبل ما يختلط بالراجع من المريض الثاني. محطوط هنا بكتيريا الفلتر او يعني الفلتر البكتيري بحيث ان احنا نمنع ارتداد اي عدوى للجهاز. هنا احنا عندنا تعديل عن السائد، التعديل انه في قطعة جاري تصميمها وتصنيعها بتركب في المنطقة دي بالظبط وتقدر ان هي توجه حجم مختلف لكل دايرة، بمعنى ان انا لو ظابط الجهاز على حجم 800 في التصميم ده هم رايحين 400 لكل مريض، ولكن مع التعديل اللي جاري تصنيعه بقدر اوجه 300 و500 350 و450 او اي احجام مختلفة. طب انا ازاي بتأكد انه اللي انا بديه للمريض مازال امن وهو ده اللي انا قصده؟ هنا تاني في تعديل عن كل المنتشر، ان انا هنا في الجزء الواي اللي داخل للمريض انا حاطط بريشر سنسور. البريشر سنسور ده واصل لمونيتور بيقيس لي البريشر اللي داخل الضغط بتاع الدايرة دي بحيث ان انا اتأكد انه الحجم اللي انا عايز اوصله بيقدر يوصل بضغط امن. على بداية الليمب او الدايرة اللي راجعة هنا موصلين فوليوم سنسور برضو بيوصل في جهاز بحيث ان هو يتأكد من الحجم اللي راجع من الرئة. لكن من خلال التعديل هنا ببريشر سنسور على الهواء اللي داخل وفوليوم سنسور على اللي خارج احنا نقدر نتأكد، ومن خلال القطعة اللي جاري تصنيعها بنقدر ايضا ان احنا نعيد توجيه سريان الهواء باحجام مختلفة. نقدر ان احنا نضاعف الاعداد هذه القطع لتوصيل اكتر من مريض ومضاعفة عدد المرضى اللي بيوصلوا على نفس الجهاز، بس احنا النهاردة حبينا نوصلهم على جهازين لإثبات الفكرة. ويا رب دايما مصر بخير ويا رب دايما كل المصريين بخير.